للاحتفال بانتخاب لجنة سياسية تضم 11 عضواً مهمتها تمثيل الحراك الشعبي المستمر في المحافظة الجنوبية منذ ما يقارب العام، اجتمع العشرات من أهالي محافظة السويداء جنوب سوريا في ساحة الكرامة وسط المدينة. وجدد المجتمعون القادمون من مختلف القرى والمناطق المجاورة مطالب حراكهم السلمي الذي يطالب برحيل الرئيس السوري بشار الأسد وتطبيق القرار الأممي 2254 وتحقيق الانتقال الديمقراطي والحكم اللامركزي. وتخلل الفعاليات استذكار الراحلين أثناء التظاهرات الشعبية. أمس كان 25 من الشهر السابع، كان ذكرى لشهدائنا في ظهر الجبل، لشهداء الكرامة والعزة، للشهداء الذي أرسل لهم هذا النظام السيء الدواعش، أرسلهم في البازات الخضر إلى المقرن الشرقي ليقتلوا أهلنا على أساس أنهم إرهابيين. لا يوجد على وجه هذه الكرة الأرضية إرهابي بمستوى هذه الطغمة الحاكمة. هم الإرهابيون، هم من فعلوا الفعايل، هم من أغرقوا سوريا، هم من أوصلونا إلى ما نحن به الآن. هذا وأعلنت الهيئة العامة الممثلة للحراك الشعبي في السويداء جنوب سوريا عن تشكيل لجنة سياسية تمثل الحراك وتضم 11 عضواً منتخباً من قبل الهيئة، وذلك بعد فترة ترشيحات استمرت لمدة تزيد عن أسبوع، تقدم خلالها أكثر من 70 مرشحاً. أتمنى أن يقوم الجسم السياسي بتوحيد الآراء وإيجاد قواسم وإيجاد مشتركات لتحقيق أمنيات الشعب السوري أو حقوق الشعب السوري، حقوق الشعب السوري في دولة المواطنة والقانون أو تطبيق 2254. وانتخبت الهيئة العامة المؤلفة من 47 ممثلاً لنقاط الحراك الشعبي في المحافظة أعضاء اللجنة السياسية في اجتماع مفتوح أمام العموم وشبكات الإعلام المحلية. تم انتخابه بشكل شفاف، ومبارك للي نجحوا بالانتخابات ونتمنى لهم التوفيق. مستمرين احنا بحراكنا لحتى نصل، رغم الضغوطات اللي عم تصير، رغم المعوقات الأمنية اللي عم تصير. وبحسب تصريحات لأحد ممثلي الحراك الشعبي، فستكون مهام الهيئة العامة واللجنة السياسية تمثيل الحراك السلمي في السويداء داخل سوريا وخارجها، والتواصل مع الجهات الفاعلة لصالح الشعب السوري لإيجاد مخرج وحلول يتوافق عليها السوريون.